رمضان 1993. جوائز سول ترين ميوزيك اووردز الموسيقية تذهب لمايكل جاكسون. على فكرة مايكل راح استلم الجائزة بنفس الزي المصري القديم اللي صور بيه كليب تذكر الوقت You Remember the Time رمضان 1992، وكان داخل المسرح بعكاز. ليلة وقفة رمضان شركة انتل تقدم للسوق العالمي بروسيسور فائق السرعة بانتيوم. انفجار إرهابي بمقهى بميدان التحرير الساعة 9 بالليل أودى بحياة 6 مصريين و2 سائحين. كانت العبوة من مادة TNT صناعة محلية ولها مفجر ذاتي، سابها الإرهابي عند مدخل القهوة. انفجرت شاحنة مفخخة أسفل البرج الشمالي لمركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك. وهنشوف في الحلقة الجاية هيتهموا مين. منتخبنا القومي في لقائه المصيري أمام زيمبابوي باستاد القاهرة في تصفيات كأس العالم 1993. حسام حسن يحرز الجول الثاني لنفوز في المباراة التي اشتهرت باسم مباراة الطوبة. يرجع السبب وراء شهرتها باسم الطوبة إعادة اللقاء نتيجة شكوى تقدم بها اتحاد زيمبابوي للفيفا بعد قيام أحد المشجعين بقذف الطوبة على أحد لاعبي زيمبابوي وإصابته، كما تعرض مدرب الفريق لطوبة أخرى. ليقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إعادة اللقاء بمدينة ليون الفرنسية وينتهي بالتعادل السلبي ليفشل الفراعنة في التأهل للدور الفاصل. المسلسلات في رمضان 1993 كانت بوجي وطمطم، مسلسل الوعد الحق، فوازير حاجات ومحتاجات لشيريهان، وكان من ألحان الموسيقار مودي الإمام، رمضان عمو فؤاد، دموع صاحبة الجلالة لمرفت أمين، صدقني يا محفوظ بحبك، مسلسل كلام رجالة الجميل راتب وشويكار. إعلانات هذا الزمن كانت مميزة للغاية. فندق هيلنان شابرد يقدم سحور رمضان بصحبة فرقة حسن عفيفي والتخت الشرقي وقارئة الفنجان الحاجة فضة والمطرب اللبناني توني أبو جودي. هو مش ده الإعلامي والممثل توني أبو جودي اللي بتغني في هيلنان شابرد في مصر في 93؟ فندق هيلنان فلسطين يقدم نجوم الأغنية الشبابية هشام عباس وفارس. مطعم العمدة إعلان لكل الناس حد واربع هشام عباس.